احنا في شبكة المجلس سعدنا حقيقة انضمام مقدم البرنامج الأستاذ عبد الله إدريس إلى مقدمي شبكة المجد الفضائية، والبداية من الجواب الكافي. يسعدنا يكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد الله إدريس، حياك الله أستاذ عبد الله. يا أهلا وسهلا، الله يحييكم. حياك الله وبياك. في البداية نبارك لك انضمامك لكوكبة مقدمي نجوم شبكة المجد الفضائية والانطلاقة في برنامج الجواب الكافي. وفي البداية أنا أولا أشكر الله عز وجل على فضله ونعمه، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق في القول والعمل. يعني ما هو غريب أبدا أن يشعر أي إعلامي بالفخر بالانتساب لشبكة المجد، فهي رأس الهرم في الإعلام الهادف وواسطة العقد فيه. يعني هي قد لا تكون هي الأولى من حيث تاريخ الانطلاقة، لكنها بلا شك هي الأولى من حيث التأثير والانتشار. ساهمت ولله الحمد منها بكل جدارة في خدمة الوطن وبناء القيم، وساعدت الآباء والأمهات، وهذه نشعر بها جميعا، ساعدت الآباء والأمهات في التربية، أنارت البيوت بالقرآن والذكر والسنة. تأثير هؤلاء الحمد منها يعني تجاوز وطن الغالي إلى العالم الإسلامي ربما أكثر من ذلك. إذا سمحتوا لي في البداية أنا بس أتوجه بالشكر جزيل لإدارة الشبكة على تشريفي بتقديم هذا البرنامج، هو برنامج الجواب الكافي، وهو برنامج يعني ولله الحمد منه بلغ من انتشار وتأثير بشكل كبير. أيضا تقدم بالشكر الجزيل ولأصحاب الفضيلة المشايخ اللي جزاهم الله خير متعاونين معنا بالرغم من كل الالتزامات والارتباطات اللي عندهم. وأحب أوضح أن أصحاب الفضيلة كل ما يقدمونه في البرنامج لا يتقاضون عليه إلا الدعوات التي تنطلق من مشاهدين ومستفيدين من هذا البرنامج. أشكر أيضا طاقم البرنامج اللي في الحقيقة هم جنود الأخفياء، قد لا يظهرون على الشاشة لكن جهودهم واضحة في نجاح هذا البرنامج. وأستغل الفرصة هذه أيضا لأشكر زملائي اللي سبقوني في تقديم هذا البرنامج، وبإذن الله تعالى نواصل مسيرة النجاح التي بدأوها، ونعد بإذن الله تعالى إن شاء الله أن يكون في هذا البرنامج الكثير من الفوائد والتركيز على القضايا التي يحبها الناس أو يهتمون بها الناس. وكذلك الوصول إلى أكبر شريحة من الذين يريدون حل لكثير من القضايا الشرعية التي تشغل أذهانهم. نتمنى لكم التوفيق أستاذ عبد الله، وإحنا ننتظر دائما جديد البرنامج الجواب الكافي اللي يبث يومين في الأسبوع، كل جمعة بعد صلاة الجمعة وكل أحد أيضا بعد صلاة المغرب. لو تحدثنا بشكل سريع عن تجربتك في الحلقتين الماضية، الآن في حلقتين كانت الأسبوع الماضي. والله ما شاء الله، يعني أنا الآن أول حلقتين في الحقيقة، لكن اللي لاحظته أن كثير من المقاطع يعني اللي هي الفتاوى التي طبعا في فريق متكامل فيما يتعلق بأخذ هذه الفتاوى وقصها ونشرها عن طريق وسائل التواصل، لكن الغريب أن مباشرة من ثاني يوم وصلتني من أصدقاء من روسيا وأيضا من مجموعة من الدول، يعني معناته أن انتشارها ما شاء الله انتشار قوي جدا. كذلك ردود الأفعال التي لمستها سواء كانت رسائل نصية أو عن طريق واتساب أو غيرها، ما شاء الله يعني واضح أن البرنامج يعني له تأثير. أيضا الترتيب في بداية البرنامج وفي نهايته وفي دقة التوقيت، وكذلك الفنيين الذين يعني يقومون على إدارة البرنامج ما شاء الله كانت يعني على مستوى عادي بإذن الله تعالى. ونحن نسعد حقيقة بك ونبارك لك هذا مرة أخرى. زميلنا الأستاذ عبد الله إدريس مقدم الجواب الكافي، كل الشكر لك.